اسمي نهاية حسين. طبعا أنا مرأة أرملة، عندي 3 أنفار بالبيت. اشتغلت بمشروع الأغذية العالمية، مشروع يعتبر مشروع الزراعة المائية. أنا ساكنة بمنطقة نائية بالأزرق، تعتبر المنطقة نائية وناشفة. تحت لي الفرصة إني أشتغل بالمشروع الزراعة المائية، الحمد لله تحسن عندي الأوضاعي، تحسن عندي دخلي، صرت أعيل أسرتي، صرت لما اشتغلت وصح لي مشروع الزراعة المائية من اعتبار هذا البيت صغير، صرت أصرف على حلالي، صرت أنتج منه وأعلف حلالي وطعمي حلالي. وأنا حلمي إنه يكبر مشروعي، لأني أنا بدي إني أكبر مشروعي، لأني أستفيد أنا وولادي وحتى جيراني وحريمهم استفادا، وصاروا يتعلمون مني من الزراعة المائية، صاروا يشوفوا كيف أزرع كيف أشتغل وتعلموا. بعدين يظل الخضار على مدار السنة، يعني كل 7 أيام أحصد، كل 8 أيام أحصد. وفرت علي، ما كان في خضار، لأن الأزرق تعتبر منطقة ناشفة، كان الحلال يعتمد على الشعير ونخالة، يعني على الأعلاف، ما في لا خضار ولا إشي. واستفدنا، أول إشي صار عندنا منتوج حليب كويس، ثاني إشي ازدادت باللحوم، ثالث إشي صحة الحلال، لأنه صار ياكل على مدار السنة عشب أخضر، كأنه يعني ربيع. توفر علينا مساحات الأرض، وبنفس الوقت توفر علينا الماء. بالمشروع هذا غير حياتي، زانت عندي الأمور، ببيتي، مصروف أولادي، بأكلنا، بشربنا. بالنسبة لي أنا أنصح جميع ست العطلات عن العمل إنهن يمشن يداعن يعني مشاريع، يشتغلن، يعيلن نفسهن، يعيلن أسرهن. لأني أنا مريت بمرحلة ما كان أحد يعني يعيني، والحمد لله استفدت من الزراعة المائية وصرت أعيل أسرتي، وأشجع الستات إنهن المرحلة أنا مريت بها يمرن بها.